إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إحنا الحمد لله والله رب سبحانه وتعالى وفقنا وصلينا هذه الصلاة ديال المغرب جماعة في هذا المكان الحمد لله، تعرفوا العربية كلكم دونك هذه الصلاة هذه اللي صليناها إن شاء الله يتقبلها منا في هذا المكان هذا. أما يعني بيننا وبين السماء لا شيء إلا رحمة الله عز وجل، أسأل الله أن يرحمنا برحمته. آمين. داز معي واحد الحديث قبيلة أن عائشة رضي الله عنها سألوها كيف كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان كيكون النبي صلى الله عليه وسلم الداخل ديال البيت ديالو ملي كيدخل من برا للدار ديالو كيفاش كي. قالت كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، فإذا جاءت الصلاة خرج. أحد الرواية خرج وكأنه لا يعرفنا، كان كيدخل الدار كيتعاون معنا كيتعاون مع الزوجات ديالو، تعاون معهم اللي زاد ان بو مي الوقت على هو اللي كيهمنينا بزاف. الوقت اللي كتجي الصلاة مابقاش كيعرفنا، كيخرج للصلاة، وهنا كيتبين لنا الأهمية ديال الصلاة. يوم فوا ان تي بو لامبورطونس دو لا بريير بري دي بروفيت صلى الله عليه وسلم دابور بي ابري او بري دي سي فام، كأنه لا يعرفون معناه. لو بقيناش كنقولوا ليه بقى معنا ولا بلاتي صوب هذه ولا لا، الصلاة هي الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان كيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيت اتانسيو على بخيير، صليو 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 وتهلاو في دوك الناس اللي تحت يديكم. هاد الصلاة إخوة هي مهمة جدا في حياة المؤمن، إلا صليتيها يعني أديت واحد الأمر ديال الله عز وجل اللي أمرنا بالصلاة. وهناك كنفكر بزاف لهاد الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، الناس اللي ماتوا في تحت الرمل، الناس اللي ماتوا في الفيضانات، والناس اللي كتجيهم الموت هكذا. يعني كتعرفوا ان الكثير من الرعاة ديال الغنم وداكشي كلشي من برا وداكشي كلشي مساكن ما كيعرفوش شنو هي الصلاه، كيعرف يخرج في الصباح ويتبع البهايم حتى العشيه ويرجع، يرجع ما يلاه كيدخل ياكل ويشرب وينعس، لا صلاه ولا شيء. هادشي كتعرفوه نتوما في القرى في البلاد. هذا من نقصان ديال الائمه ديالنا، من نقصان ديال يعني الائمه ديال الدواور. وانا كنت في البلاد عندنا في الدوار في هذه الايام هذه، وحضرت في الزلزال في مراكش، يعني شفت ان القريه الدوار الفيلاج طالب بعض الاخطار كيصلي بوحده الامام، والدوار فيه 20-30 واحد ولكن كيصلي بوحده. الا جا واحد يصلي معاه راه ما خلاش، وملي سولته قال لي ما كاين والو. لكن نقولوا ان هذا الدور ديال الامام انه ينصح الناس يجمعهم، وملي كيتجمعوا بعض الاخطار كيتجمعوا في المسجد دي فوا سون غيوني على موسكي بور مانجي او بور اوتر شوز. هنا الدور ديال الامام، هنا خصو يقول للناس فينكم، ماشي كيتسنى غير باش انا نجيبوا ليه الشرط ونجيبوا ليه الماكله ويشرب وياكل، لا خصو يقول لهم فينكم، اين الصلاه، الله امركم بالصلاه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فين الصلاه ديالكم؟ ايوا ولا بخير، لانه هنا ايضا احنا اللي احنا جالسين هنا الانسان يشوف الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا إسماعيل وأمره لك بالصلاة
واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله كيقول لسيدنا إسماعيل قول أمر لأهل ديالك، لوليدات ديالك، الزوجة ديالك، أمرهم بالصغير قول لهم ما خصنا، ما قلناش لك هز العصا وضرب، لا العصا ما كاينش في الإسلام، ولكن قلنا لك أمر أهلك بالصلاة، قول لهم صليو، دي لو عمان دو فير لا بخيير كون تي رونتر لو سوار، مي زونفون إسكو فوزافي في لا بخيير أو با، إل فو با، فو با أفواغ لا أونت دو لو دير، بعض الأخطاء كيدخل الراجل مشى صلى في المسجد ودخل ما شاف الأولاد وصلى وما صلى ولا شي حاجة ما كاينش. ولكن هذه مسؤولية ديالنا حنا، واش عرفنا واش المسؤولية ديالنا؟ راه الله غادي يسولنا على الوليدات ديالنا، على شوف الله شنو قال لسيدنا إسماعيل، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر، اصطبر راه واحد الكلمة فوق اصبر، لا نسألك رزقا، حنا راه ما قلناش لك أرزقهم، أرزق عند الله سبحانه وتعالى، بعض الأخطاء الراجل كيقول لك أنا مشيت خدمت وجبت، أنا بركة عليا، لا ماشي بركة عليك. رزق هناك ربي سبحانه وتعالى هو اللي امرك باش اللي عاونك وساعدك باش تجيبوا ليهم وتاكلوهم وتشربهم ماشي بخاطرك، لكن يعني المسؤوليه ديالك راه باقيه، لا ريسبونسابيلتي توجور لا. لذلك حنا نحمد الله ونشكره اننا ادينا هذه الصلاه هذه، نطلب الله سبحانه وتعالى يثبتنا عليها. امين امين. اذا ثبتك الله على الصلاه وثبتك الله على الطاعه ديالو راه عندك كل شيء، عندك كل شيء، ولكن المشكل هو لما كيجيك ملك الموت ما لقاك ما درت والو، هذه المصيبه، هذه المصيبه خرجتي من الدنيا على والو، ولكن الا وجدتي الباليزه ديالك الحقيبه ديالك وجدتيها ودرتي فيها الصلاه الزكاه الصوم الحج الصدقات الى اخره، كيجي ملك الموت يقول لك الان نسافروا، قول لي بسم الله حنا نسافروا اون فواياج باه فازي لا باليزي بخيت، مي الا كانت العاقبه ما فيها والو هذا هو المشكل، هاي تقول لي اودي انا اسمح لي راه مازال ما بغيت انا نمشي، لكن ما تقدرش ما تستطعوش. لذلك نسال الله الثبات، نسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجمعه جمعا مباركا مرحوما، وهذه الوجوه الطيبه الله يبارك فيها ان شاء الله، يبارك لنا في وليداتنا ويبارك لنا في ازواجنا ويهديهم ويصلحهم الطريق المستقيم، ونطلب الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم ممن يتحابون في الله ويتزاورون في الله، نطلب الله ينزل علينا الرحمه ديالو والبركه ديالو، نطلب الله سبحانه وتعالى يصلح لنا الوليدات والزوجات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. الولد مشى؟